بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة باللغة العربية والأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أيتوماست، عضوة بمجموعة ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنكتشف ويكي قاموس، أحد مشاريع ويكيبيديا، من خلال الحوار مع السيد عادل محاوة، إداري بويكيبيديا العربية، للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لكيفية العمل في هذا المشروع وكيفية الاستفادة منه واستعماله، كما سنتعرف عن ويكيبيديا العربية وتجربة السيد عادل كإداري بها. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفي. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أدعوكم للانضمام إلينا في هذا العدد من برنامجكم ويكي بودكاست للتعرف على عالم ويكي قاموس وتجربة السيد عادل في إدارة ويكيبيديا العربية. سيد عادل، أهلا ومرحبا بك معنا اليوم، سعيدون جدا بانضمامك إلينا في هذا العدد. أهلا بك سيد عادل. مرحبا، شكرا لكم، شكرا على هذه التقديمة. شكرا لك أستاذ عادل على قبولك الدعوة. أولا، هل يمكنك أن تحكي لنا عن تجربتك كإداري في ويكيبيديا العربية؟ شكرا. تجربتي يعني كإداري في ويكيبيديا العربية بدأتها أولا كمحرر مستخدم جديد. بداية كانت تجربتي في ويكيبيديا الفرنسية وليست العربية، يعني أول ما سجلت في أول مرة في سنة 2009 في ويكيبيديا الفرنسية، وبحكم مهنتي كمهندس، مهندس في الأشغال العمومية، كنت أحتاج كثير للمعلومات حول المواقع، حول الطرق، حول كثير من الأمور، والتقيت بمقالة في ويكيبيديا الفرنسية تحمل عنوان الطرق الوطنية، وكانت جد جيدة، يعني تحتوي على معلومات كثيرة لكنها كانت تنقصها بعض المعلومات. كذلك بحكم عملي أيضا في المطارات كنت أبحث عن أنواع الطائرات، عن وصفات إلى غير ذلك، مما مكنتني ويكيبيديا أن أتعرف على هذه المعلومات. ولكن كل مرة أجد أنها معلومات تكون ناقصة، أو ربما تكون فيها بعض الأخطاء أو الغلط، فكنت أصحح. ثم تحولت في 2000 تقريبا 19، يعني بعد 10 سنوات من العطاء ويكيبيديا الفرنسية، كنت قليل في التحرير مع الويكيبيديا العربية، لكن ابتداء من 2019 أصبحت محررا في ويكيبيديا العربية، التي وجدت فيها يعني أنني تعلمت سأقولها أو حسنت من لغتي العربية. كذلك وجدت أن المعلومات قليلة في الويكيبيديا العربية مقارنة بالويكيبيديا الفرنسية، فكنت أعمل يوميا تقريبا لمدة ساعات، أحاول وأجتهد أن تكون تحريري للمقالات جيدا. وبدأت أتعلم السياسات، لأنه يعني كل مرة أتلقى تنبيه، أتلقى تحذير، لكن لم أجزع أو لم أجد أن الأمر صعب. وذلك أيضا بحكم مهنتي، لأني يعني أتعامل مع القوانين، أتعامل مع التحذيرات عادي جدا. فبوجود هذه السياسات والإرشادات في ويكيبيديا العربية بدأت أتعلمها، حتى أني أصبحت أتقنها في مرحلة ما، ولذلك أصبحت مشاركا فعالا في النقاشات، في نقاشات الحذف، في نقاشات المنع، في حتى نقاشات متعددة في السياسات، في ساهمت في عدة تحرير بعض أو
تعديل بعض السياسات ومناقشات إلى غير ذلك. وهذا مما جعل عندي تجربة وخبرة في مجال الحوكمة أو حوكمة السياسات في ويكيبيديا العربية، مما جعل بعض الإداريين القدامى يتصلون بي ويطلبون مني الانضمام إلى الإدارة، إلى إدارة ويكيبيديا العربية. بطبيعة الحال هنا يسمى ترشيح فقط وليس تعيين، لأنه لا يوجد تعيين في ويكيبيديا العربية. فبمجرد أن يكون هناك قبول أولي من مجتمع لشخص ما، يقومون بترشيحي. فتم ترشيحي في سنة 2020، وتم التصويت علي بنسبة تقريبا 100%، والفضل يعني أقولها صراحة يعني كان فضل كبير للمجموعات اللي تعاملت معهم، مجموعة المغرب، مجموعة الجزائر، مجموعة الشام، زملاء كثيرون. يعني كان التواصل هناك دائم وكان دعم تام يعني. وبذلك بدأت كإداري في ويكيبيديا العربية. أقول فقط أنه حتى أنه يوجد بعض المحررين النشطاء كانوا يتساءلون فقط، يضعون أسئلة، وما زالت الأسئلة كل شيء موجود في ذلك: هل إذا كنت إداري ستتوقف عن التحرير؟ وهذا سؤال محير، لأنه أعمال الإداريين في ويكيبيديا العربية الآن كثيرة جدا، والتحرير هو الصلب الموضوع. يعني التحرير يعني إنشاء المقالات، تعديلها، الإتيان بالمصادر إلى غير ذلك. وكان نوعا ما تحدي، لأنه أن أكون في نفس الوقت محرر وإداري يكون من الأمر صعب. ولكن أقولها أني استطعت التوفيق نوعا ما بينهم، فحاليا أستطيع، ركزت، لأنه لا يمكن القيام بجميع المهام الإدارية ولا يمكن أن تكون حاضرا كل الوقت. لذلك بدل من أن أكون شاملا في الإدارة، ركزت جهدي على بعض الأقسام التي تحتاج، مثل متابعة الصفحات الجديدة، ربما متابعة بعض الأمور التقنية، وكذلك قضية نقاشات الحث. يعني معنى ذلك أنني لم أبتعد كثيرا عن تحرير المحتوى، والآن أحاول أن أكون يعني أوفق بين كإداري في ويكيبيديا العربية وبين محرر، وإضافة إلى الأعمال التي هي الملحقة مثل الورشات، الجلسات إلى غير ذلك من الأمور التي منها نسق مهاراتنا ومنها نساهم بفعالية في المجتمع. شكرا. جميل جدا سيد عادل، بما أنك تشتغل على المقالات الجديدة وتتتبعها، هنا أود أن أطرح عليك سؤال لطالما يطرح علينا من طرف المستخدمين الجدد لويكيبيديا، ألا وهو عندما يقومون بكتابة أولى مقالاتهم فتتعرض للحذف، فمما يسبب لهم نوع من الإزعاج والإحباط. كيف يمكن تجاوز هذا الحذف للمقالات الجديدة؟ جيد، هو سؤال في الصميم، وكانت لنا نقاشات كثيرة حول كيفية عدم حذف المقالات أو عدم الوصول إلى الحذف الكثير. إذا كانت هناك عدة آراء وعدة أمور. حاليا ما يجري، نتكلم عن الحالي ثم نتكلم عن حاليا ماذا يجري. لدينا إداريين، تعلمون أن لدينا 26 إداري، ولكن في حقيقة الأمر من ينشطون فعليا في إدارة ويكيبيديا، يعني كما نقول نشاط يومي، ربما 5 إلى 6 إداريين نشطاء. تخيلي معي، يوميا تنشأ مئات المقالات ولديك 4 أو 5 إداريين. هل يستطيع هؤلاء أن يدققوا في جميع المعلومات؟ حتى أقول لا المعلومات، يدققون هل فعلا الموضوع ملحوظ أم لا. لذلك تجدين أنهم يقومون بما يسمى بقراءة أولية للمقالة، هل
يتساءل السؤال أو المطروح، هل الموضوع فعلا ملحوظ؟ أقول لكم مثلا، إذا كان هناك سير أشخاص الأحياء وكانت المقالة غير مدعمة بمصادر ولا تبين أهمية شخص، فمآلها الحذف، لأنها فيها شبهة الدعاية وغير ذلك. لكن لو كان المقال علمي أو مقال أدبي أو مقال يعبر عن الموضوع والظاهر منه أنه ملحوظ وبه ولو مصدر أو اثنين، تجدين أن الإداري سيتردد بأن يحذفه. هذا الأمر خلق لنا أنه كثير من المستخدمين الجدد ينشئون مقالات ولكن يجدونها تحذف، لكن ليس هذا نهاية العالم. الحذف هو عبارة عن تغطية فقط وليس بالمعنى أنها حذفت أي أزيلت. نحن نقوم ب هي تسمى كلمة حذف، ولكن في الواقع هي تسمى حجب، يعني نحجب المقالة من أن تكون منشورة للعامة، لكنها دوما موجودة في الخوادم، ويمكن للإداريين الاطلاع عليها، ويمكننا أن نسترجعها، ويمكن أن نحسنها. لذلك فالحذف ليس بالأمر السيء، لكنه هو أمر وقائي فقط لنتقي به، لأنه مع الممارسة يصبح الإداري لديه قدرة التمييز. لا أقول أنه لا يخطئ، هو يخطئ، لكن لديه قدرة التمييز، أنه يميز بين مقالة لشخص ملحوظ وغير ملحوظ بمجرد أن يقرأ. ربما بعض الإداريين أكثر حكمة فيذهبون حتى أنهم يبحثون إلى غير ذلك. لكن لدينا حلول أخرى يمكن أن يتجنب فيها المستخدم الجديد هذا الأمر، وهي ما يسمى الملعب. الملعب هو صفحة فرعية من صفحة المستخدم، أن ينشئ مثلا المستخدم مثل أنا مستخدم نقطتين حاوى سلاش، يضع مثل عنوان ملعبه، مثلا موضوع، عنوان الموضوع، ويقوم في الملعب بإنشاء المقالة، ولديه الحرية الكاملة في أن يجرب، يتمرن إلى غير ذلك. حالما يجد أن المقالة استوفت بعض المقاييس، كنقول مقالة مقاييس، لدينا ما يسمى بمقالة مثالية. المقالة المثالية ماهيش معناها أنها أن تكون مثلى، ولكن معناها قالبية، يعني فيها أنها مكتوبة بشكل قالب، مقدمة، أقسام، إلى غير ذلك، مراجع. أن يعزز المراجع، لدينا فريق للمساعدة يمكن أن يسأل، لدينا مرشدين يمكن أن يطرح أي سؤال في أي لحظة لأي شخص في ويكيبيديا، يتفاعل معه بشرط فقط أنه لا يتسرع، لأنه نحن كلنا متطوعون نأخذ من أوقاتنا. فبمجرد أنه يسأل يمكنه أن يتثبت من المقالة، فأن يسأل إداري أو محرر أو غير ذلك، ومنه يمكن أن يقول له هل المقالة لديها الملحوظية أو لا. إن كانت ليس لديها الملحوظية يبقى يتساءل حتى يتم الأمر، أما إن كانت ملحوظة فهنا يمكنه إنشاء المقالة، وفي أكثر الحالات لن تحذف لأنه استشارة إداري أو استشارة محرر. شكرا. شكرا سيد عادل على هذا التوضيح. هنا أريد أن أسألك، كيف يمكن للمستخدمين البحث عن معلومات في ويكيبيديا العربية بشكل فعال؟ جيد. ويكيبيديا يعني تعتمد على سياسة عنونة المقالات. سياسة عنونة المقالات هو أنه يجب أن نضع عنوان مناسب للمقالة، أن يكون هذا العنوان أكثر شيوعا، بمعنى آخر أنه لا نأخذ العناوين المبهمة أو العناوين حتى ولو كانت أصح لغويا، أو نقول أكثر فراسة أو أكثر فصاحة، لكن نستعمل عناوين أكثر شيوع، مما يجعل البحث يسيرا. بمعنى آخر، إذا تبادر إلى ذهنك مثلا أنا أريد أن أبحث عن طائرة بوينغ 737، مجرد أني أذهب إلى خانة البحث أضع الكلمة ستعطيني من خانة البحث عدة خيارات. إن كان كتابتك صحيحة فبمجرد أن تضغط ستدخل إلى المقالة. كما أن المقالة لها بنية
مقسمة، وكما أسلفنا وقلنا أنها مقالة ذات قالب، يعني تتشابه المقالات ويكيبيديا كلها في نفس القولبة، مما يسمح ويسهل الولوج إلى موضوعها. وذلك أولا لأننا نبني مقدمة فيها ملخص شامل للموضوع، وكذلك المقالة فهي مقسمة لعدة أقسام حسب الأهمية والتفاصيل. كذلك تعزز المقالة بعدة وسائط من صور ورسومات تساعد على فهم جيد الموضوع. كذلك وهي من أهم الخاصيات أن المقالات مترابطة فيما بينها بعدة وصلات داخلية، ذاك اللون الأزرق أو الأخضر الذي ما إن تضغط عليه حتى يعطيك مقالة أخرى لمطالعتها. كذلك توجد مسارات عدة لمقالة ذات صلة يمكن الاستفادة منها، يمكن مطالعتها. توجد أدوات عديدة للاستفادة من مقالة ويكيبيديا، ومنها مثلا إنشاء ملف PDF على شكل كتاب. يمكن أن تختار أي موضوع، مثلا أنا أختار موضوع الجيولوجيا، فبمجرد أني أذهب إلى مقالة جيولوجيا هذه المقالة مرتبطة بمقالات أخرى. يمكنني أن أستدعي أداة وأنشئ بها ملف يسمى ملف PDF أو على شكل كتاب، يمكن أن أخذ حسب المستوى، يعني مستوى 1 2 3 حسب ما أريد. يعني يمكن أن أنشئ كتابا بضغطة زر ويصبح لدي معلومات كثيرة حول موضوع واحد. أنا أعطيك مثلا جيولوجيا، لأن جيولوجيا توجد جيولوجيا بنيوية، جيولوجيا الصخور، جيولوجيا كذا إلى غير ذلك، فهي كلها مواضيع مرتبطة يمكن إنشاء شكل كتاب، كما يمكن الإبحار فيها بكل سهولة. سيد عادل، كيف يمكن للمستخدمين الاشتراك في قوائم بريد أو منتديات للمناقشة حول ويكيبيديا العربية؟ لدينا في مشاريع مؤسسة ويكيميديا عدد من القوائم والتي تستخدم للنقاشات بالإضافة إلى صفحات النقاش الموجودة في الموسوعة، لكن أكثر المستخدمين لا يستعملون القائمة البريدية خاصة في ويكيبيديا العربية، رغم أنها هي وسيلة فعالة في التواصل مع الجميع. لكن هذه وهي تستعمل يعني تستخدم البريد الإلكتروني في إرسال رسالة بريدية واحدة للجميع في آن واحد. ربما توجد هناك صفحة قائمة بريدية لويكيبيديا العربية، وكمستخدم منذ يعني مدة طويلة لم أتلقى أي إشعار من هذه القائمة رغم أني منخرط فيها، وذلك نظرا أنهم يستخدمونها. في حين في أرض الواقع أكثر ما نجده هي صفحات نقاش المستخدمين. في صفحات نقاش كل مستخدم له صفحة وصفحة نقاشه، وتعد هي الأرضية الأساسية للتواصل مع جميع المستخدمين. كما أن لويكيبيديا ربما نسميه منتدى، نسميه ميدان، هذا الميدان هو مقسم لعدة أقسام منها منوعات، سياسات، لغويات، اقتراحات. كل هذه الأقسام تطرح فيها عدة مواضيع هدفها تطوير الموسوعة وترقيتها. ما على سبيل المثال إذا كانت هناك سياسة مقترحة أو تعديل نذهب إلى الميدان صفحة فرعية السياسات نطرح الموضوع، ستجد حتما من يرد ومن يتفاعل. ودوما نقول كن جريئا، تفضل بسؤالك، لأنه مهما كان السؤال ستجد من يجيبك بطريقة ما. نفس الشيء مثل اللغويات، وهذه نقطة حساسة جدا، أنه كل مرة تطرح مشاكل، مثلا التنوين هل يأتي قبل الألف أو في الألف، لدينا المدرسة المصرية، المدرسة الشامية، هل كذا هل كذا، هل ترجمة كذا صحيحة أو غير صحيحة. لو اطلعتم على هذا الميدان ستجدون عشرات الصفحات، أنا أقول عشرات يعني عشرات مئات الصفحات حول جميع الأمور التي نتكلم عليها فيما يخص اللغويات. كذلك توجد لدينا الاقتراحات، يمكن أي شخص يقترح علينا أمر معين. لدينا ميدان التقنيات، كل ما له علاقة بالتقنيات، ولكن أهم ميدان يعني الذي تقريبا كل المستخدمين يستعملونه هو ميدان منوعات، من إعلانات، من جلسات، من أي شيء له علاقة بالويكيبيديا. هذه الأمور أنا
أدعو جميع يعني من يريد أن يكون جزءا من المجتمع الويكيبيدي العربي في الويكيبيديا العربية أن يطلع دوما على صفحة الميدان، حتى أنكم تجدونها على اليمين ما يسمى، يعني إذا ذهبنا إلى صفحة ويكيبيديا سنجد أنه توجد على اليمين وصلت إلى أحدث التغييرات، وكذلك إلى أحدث التغييرات الأساسية. في أحدث التغييرات الأساسية ستجدون كثير من التغيرات التي تحدث في نقاشات المجتمع، وهذه يعني دوما أنا كإداري أو كمحرر أطلع دوما على أحدث التغييرات الأساسية، يعني سأطلع فعلا ماذا يجري في نقاش والله في المجتمع العربي. شكرا. شكرا لك سيد عادل. كيف يتم تحرير المقالات في ويكيبيديا العربية؟ وما هي الإجراءات المتبعة لضمان مصداقيتها؟ بالنسبة لتحرير وتعديل معظم صفحات ويكيبيديا هو أمر سهل للغاية، يعني بمجرد أن تضغط على وصلة عدل أو عدل المصدر، هنا فقط اختلاف تقني الموجود فيه على الصفحة، ستقوم هذه النقرة بتوجيهك إلى صفحة أخرى ربما تحتوي على صندوق لتحرير المقالة، بمعنى يتغير فقط الشكل. هنا يمكن للمستخدمين الجدد تجربة كيفية التحرير والتعديل في ويكيبيديا، سواء أنه إذا كان هناك أخطاء بسيطة أو تعديلات بسيطة يمكن إجراءها مباشرة على الصفحة، لكن لو أراد هذا المستخدم الجديد أن يتعلم أو يتمرن أو يفقه كيف يحرر، هي من الأفضل أن يتجه إلى ملعب ويكيبيديا، سيجد زملاء آخرين مستخدمين آخرين يعدلون فيعدل معهم وتكون تجربة مرحة نوعا ما، سيجد إلى غير ذلك. بالنسبة للتسجيل في الموقع فهو ليس إلزامي، يعني يمكن حتى أنك لا تسجل، تدخل مباشرة وتبدأ تعدل، لكن نعتقد أنه من المستحسن ذلك أن تسجل في الموقع، لأن التسجيل في الموقع سيحتفظ بتاريخ تعديلاتك وتصبح مثل بطاقة هوية لك في ويكيبيديا، ستكون شخص افتراضي لديه أعمال ومنه يمكن الحصول على صلاحيات وميزات إضافية تجعل التحرير أكثر أمانا وقبولا. فمثلا إذا كنت مستخدم جديد ولم تسجل ستبقى دوما تعديلاتك معلقة حتى يراجعها محرر، لكن إذا تطورت بعد 50 تعديل تصبح مراجع مؤكد، يعني بمعنى آخر نوعا ما مقبولة تعديلاتك ولكن يلزم مراجع محرر، لكن بمجرد أن تنشئ 5 أو 10 مقالات مثالية وتكون تعديلات أكثر من 150 تعديل يمكن أن تطلب أو تمنح مباشرة صلاحية مراجع تلقائي، وبذلك تصبح تعديلاتك مقبولة دون مراجعة وهذا سيجعلك تتقدم أكثر. أمر آخر، كيف نضمن سلامة أو ضمان مصداقية المعلومات؟ فالبنية أو بنية المجتمع الويكيبيدي تسمح بمراجعة هذه التعديلات قبل نشرها، بمعنى آخر أنا إذا كنت مستخدم جديد وعدلت ستبقى تعديلاتك معلقة، سيأتي أحدهم ويراجعها فإما يقبلها أو يرفضها، وبذلك وهذا كله مبني على المصادر الموثوقة. كلمة مصادر موثوقة لنا سياسة طويلة وعريضة حول المصادر الموثوقة، فليست كل المصادر موثوقة، ومنها المدونات وسائل الاتصال إلى غير ذلك، لكن باقي وهذه يعني التعديلات إذا كانت مبنية على مصادر لكل معلومة يكون لها مصدر حتما ستقبل، لكن في حالة أنه كانت المعلومات غير مبنية على المصدر فمآلها الحذف، إلا إذا كانت من المعلومات الظاهر منها أنها صحيحة، أو أن يأخذ مستخدم آخر ويبحث عن مرجع ويضمها، وبذلك
كل هذه العمليات، يعني عملية المراجعة، عملية إدراج المصادر أي المصادر الموثوقة، يصب في ضمان مصداقية المعلومات المنشورة. فالمراقبة الجماعية للمحتوى تجعله أكثر مراجعة وموثوقية. والمعيار دوما دوما المعيار هو المصادر الموثوقة، لأنه ستحذف هذه المعلومات بخطأ إن لم تكن موثوقة. كما أننا لدينا عدة أدوات لمحاربة التخريب والتضليل والدعاية، فتوجد عدة أدوات حاليا يمكنها، يعني بمجرد أن تكون هناك مثلا نسخ أو يكون هناك شيء تضليلي، فهذه الأدوات ستبرز هذه المعلومات، ويمكن أن يستخدمها المحررون ويكافحون بها هذا التخريب أو التضليل أو الدعاية. سيد عادل، أريد أن أسألك عن السياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واستخدام المصادر في ويكيبيديا العربية. بالنسبة للسياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، فويكيبيديا تعتمد على ركائز خمسة، ومنها أن ويكيبيديا حرة المحتوى. فنصوص الموسوعة كلها متوفرة تحت رخصتين، رخصة جنوة للتوثيق الحر ورخصة المنشأ الإبداعي. وبالمثل، فهي لا تخرق حقوق النشر ولا تقدم أي عمل يتعارض مع رخصة جنوة للتوثيق الحر. كما أن ويكيبيديا اعتمدت سياسة حقوق التأليف والنشر المستنبطة من السياسة العامة لمؤسسة ويكيبيديا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نخرق حق من حقوق التأليف أو النشر. ولدينا أيضا أدوات حاليا هي أدوات فعالة جدا، فمباشرة ما إن يقوم أحدهم بنسخ نص غير حر، تعطينا الأداة من أين نسخ وكيف نسخ ونسبة النسخ. بمعنى آخر، يمكن ملاحظة ذلك حاليا في ويكيبيديا العربية، ربما نحن نوعا ما متساهلين، وذلك نظرا لنقص العدد في المراجعين. لكن لو تطرقنا إلى ويكيبيديات أخرى مثل الفرنسية، فهم لا يتسامحون تماما مع النسخ كوبي فيو. فمباشرة ما إن تضع أي نص ولو جملة واحدة وتثبت أنها مستنسخة من مكان محفوظ الحقوق، تحذف مباشرة. ويكيبيديا العربية ربما يوجد نوعا من التساهل، نحن ربما نحذفها، ربما نعدل فيها، ربما نتركها مدة زمنية حتى نجد البديل، لكن الأصل أنها تحذف. لذلك فحقوق التأليف والنشر محفوظة في ويكيبيديا. بالنسبة للمصادر، فتوجد عدة سياسات منظمة لها. كما قلت سابقا، المصادر سياستها اعتمدت منذ بداية 2004 و5، وكل مرة كانت تتطور، آخرها ربما في 2020، لا أتذكر جيدا التاريخ، لكن كل مرة يا إما نعدل في السياسة أي نجعلها أكثر، أي نطور فيها، أو نضع لها إرشاد نسميه إرشاد، وهو نوعا ما هو أقل من السياسة، ولكن يمر على المجتمع ويقبله أو يرفضه أو يعدله، وحالما يتوافق المجتمع عليه يصبح بمثابة سياسة. من بين هذه السياسات، أول سياسة لا أبحاث غير منشورة، يعني لا نقبل أبدا أي مصدر يكون مصدرا أوليا، أي لم ينشر، يعني يأتي أحدهم فيأتي بحادثة أنه قال فلان وفلان، لكن لا، هذا الأمر غير منشور، لا يوجد أي إثبات أنه منشور، إذن فهو مصدر غير مقبول. لدينا سياسة مصادر موثوقة، وهي تبين ما هي المصادر الموثوقة، متى نعتمد هذا المصدر ولا نعتمد الآخر، وفيه كلام عن المدونات، عن المصادر الأولية الثانوية الثالثية، ما الفرق بينها، كيف إلى غير ذلك. وهي سياسة جد متطورة يمكن الاعتماد عليها. لدينا أيضا سياسة الاستشهاد بمصادر، وهي تقريبا مساعدة وسياسة تبين كيف نستشهد بالمصدر، يعني طريقة كتابة المصدر، مرجع الكتاب، صفحته،
المؤلف إلى ما هي المعلومات الواجهة. كذلك توجد هناك سياسة أخرى نسميها إمكانية التحقق، يعني في آخر المطاف توجد بعض المصادر بدون مواصلات أو بدون إمكانية التحقق. مثلا مقالة يجب أن تدفع اشتراك لكي تقرأها. لذلك نحن وضعنا سياسة في إمكانية التحقق، هل يرفض المصدر أو لا إلى غير ذلك. وآخر سياسة وهي حديثة يعني الاستشهاد بالويب، لأنه في الأخير كثرت علينا الاستشهاد بالويب، نأتي بأي مصدر، فكيف نستطيع أن نفرق هل هذا مصدر موثوق أو غير موثوق إلى غير ذلك، مما جعل المجتمع يتبنى هذه السياسة. إذا هي كلها سياسات تشرح وتؤثر كيفية استخدام المصادر، وتحدث دوريا حسب المستجدات وتطوع منابع المعلومة. يعني كل مرة المعلومات تزيد وتتطور، فهي نحن نتطور معها بما بإمكانياتنا التطوعية. كما تعلمون سيد عادل أن هناك العديد من المجتمعات الويكيميديا بالعالم العربي، كيف يتم التواصل معها والتنسيق بينها؟ حقيقة أو حقيقة الأمر نوعا ما مبهم، يعني في حين يوجد الكثير من المحررين منخرطون في مجموعات مستخدمين ببلدان عديدة أو فصول أو مجموعات مواضيعية، لكن التواصل حاليا يتم على المستوى الفردي رغم وجود جهود كثيرة لدم الشمل مثل ويكي عربية التي تعقد دوريا، وبعض النشاطات المجموعات مع ويكيبيديا أغلبها مسابقات تحريرية، وقليل هي المجموعات التي تستعمل ويكيبيديا كمنصة تواصل مثل الإعلان عن الورشات أو جلسات التحرير، مما يجعلنا في بعض الأحيان نتفاجأ بتحرير مكثف لمواضيع معينة، مما يخلق ارتباكا لدى الإداريين، وهذا يحدث كثيرا. فنتفاجأ في بعض الأحيان، أتذكر مرة أن مقالات عن سلطنة عمان تهاطلوا علينا، يعني وهي عبارة عن مقالات مكررة ركيكة ليست بها مصادر غير ذلك. ولما تبين الأمر وجدنا أنه توجد مدرسة في سلطنة عمان، أحد المعلمين يقوم بإدراج تحرير المقالات كوظيفة منزلية للطلبة. هو أمر جيد، لكن إذا لم يؤطر أو لم يكن تحت إطار معين سيجعلنا كإداريين أو كمحررين نرتبك. فأصبح لدينا عمل آخر، وهذا يصب في قضية التنسيق والتواصل. وكل أمنيتنا يعني أن المجموعات تشارك في الميدان كما سبق قلنا، لأن يعني الميدان هو محور التواصل. إذا كانت هناك أنشطة أو كان أي أمر، لأنه يعني في آخر مطاف المجتمع الويكيبيدي العربي هو عبارة عن متطوعون، يعني يأخذون من أوقاتهم، ربما لا ينتبه، ربما لا ينخرط في المجموعات، ربما إلى غير ذلك. فالوسيلة الحالية المتاحة والتي أراها أنا كشخص، يعني هو يقرأ لي، هو الميدان. شكرا سيد عادل. هل لكل مجتمع من هذه المجتمعات الويكيميديا إداري ينتمي إليها ويمثلها؟ ليس بالضرورة، ولا يمكن أن يكون هناك إحصاء دقيق، نظرا أن كل مستخدم المسجلين غير مطالبين بكشف هويتهم الحقيقية، والمعيار الوحيد هو مساهماتهم في الموسوعة ومدى انخراطهم فيها، وبه يزكيهم المجتمع ليتولوا مسؤولية الإشراف على عملها ومكافحة التخريب والتضليل وغيرها من الأعمال الإدارية الضرورية للحفاظ على حيادة وموثوقية الموسوعة وإرساء جو تعاوني بين أفرادها. لكن من التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق قنوات أخرى يمكن أن نتعرف على انتماء بعضنا، وهذا يعني أحدده أنه قضية أنه يوجد إداري من كل مجموعة، من كل مجتمع، من كل منطقة، ليس من أولويات أو ليس من ويكيبيديا. يمكن أن تجد ربما عشرات الإداريين من منطقة واحدة، من مجتمع واحد، في حين مثلا أنا أعطيك هذه إحصائية قليلة،
قبل سنة 2000 لا يوجد إلا إداري واحد من المنطقة المغاربية، يعني من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، كان لا يوجد إلا إداري واحد واستقال. بمعنى آخر، في لحظة ما لا يوجد أي إداري في هذه المنطقة. وهذا الأمر يعني لا نستطيع أن نقول أن لدينا حل فيه، ولكن لأنه قيمة مساهمة المنطقة المغاربية في اللغة العربية، في الموسوعة العربية، قليل أو محتشم أو بعيد. لذلك فهي أيضا دعوة أنه يتشجع المغاربة بصفة عامة بأن يساهموا في هذه. الآن يعني الحمد لله لدينا 3 إداريين من المنطقة، نتمنى أن يكونوا أكثر، ليكون هناك على الأقل تنوع، و تنوع في الطرح، لأنه في آخر المطاف لا يفقه ملحوظية مواضيع المنطقة إلا أهلها. سيد عادل، قبل قليل تحدثت عن العوائق التي تواجهها ويكيبيديا العربية، عائق اللغات واللهجات، مثلا المصرية والمغربية وما إلى ذلك. كيف تتعامل ويكيبيديا العربية مع هذه التحديات اللغوية والترجمة في المشروع؟ لدينا يعني يمكن أن نقسم إلى جبهتين، يعني الأولى أن الموسوعة العربية تهتم باللغة العربية الفصحى، يعني بدون إدراج اللهجات أو غير ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى لدينا إشكالية كبيرة في المصطلحات، لذلك فويكيبيديا تواجه يوميا تحديات لغوية عديدة، لكن الملاحظ أن المستخدمين متحمسون جدا لإيجاد حلول لها. يعني وقد صار لنا رصيد ثري جدا من طرق الترجمة وتحديد المصطلحات والتعابير المناسبة ولمعرفة أكثر. قد تجد أن ميدان اللغويات في الموسوعة مليء بالنقاشات بناءة حول اللغة والترجمة. بين قوسين فقط، ملاحظة أنه يوجد كتاب أو معجم صادر من هيئة عربية أظن أنها بالمغرب، وضعت من بين مصادرها ويكيبيديا، وهذا أمر فخر لويكيبيديا أنها صارت تقريبا ملهما في الترجمة واللغة. يعني تخيل معي أنك بدل أن نأخذ من غيرنا أصبحنا، وهذا العمل الذي يقوم به المستخدمون أنهم دوما يناقشون. يعني تخيلوا معي، لو أعطيكم فقط قضية المرقاب أو التلسكوب، بقي هذا النقاش لمدة 3 أشهر، هل نقول عنه تلسكوب أم نقول عنه مرقاب؟ ولذلك يعني قام بعض الزملاء بإنشاء صفحة المعاجم والقواميس المعتمدة في الترجمة، وهي صفحة يعني غنية جدا بالقواميس، جعلوا لها روابط، جعلوا لها إلى غير ذلك، فأصبحت هي الحكم. بمعنى آخر، أنه إذا تناقشنا هل نترجم كذا إلى كذا أو كذا إلى كذا، سنجد أمامنا كثير من المعاجم المختصة بوصلاتها فيمكن الترجمة. كذلك قام هؤلاء الزملاء مشكورين بإدراجها في ويكي داتا، وأيضا قامت مجموعة الشام، وهي التي كانت تقود هذه الورشات تقريبا كلها، لإدراج المصطلحات العلمية والفنية الموثقة في الموسوعة. وأجمل شيء أن طبيعة الموسوعة ترابطية، جعل من السهل إيجاد المصطلحات المناسبة. بمعنى آخر، إذا ضغطت على مثلا، إذا قمنا بالترجمة ترجمة المحتوى، تلك الروابط الموجودة أصلا سيقوم الأداة الترجمة بأخذ الرابط وليس بالترجمة الحرفية، مما يجعل يعني المقالات أصبحت أكثر دقة. وكذلك يعني هذه الأداة، يعني أداة ترجمة المحتوى، يوجد هناك نقاش شاركنا فيه عدة مرات في كيفية استخدامه بطريقة مفيدة لترجمة ملايين المقالات في موسوعات أخرى، وهي أداة جيدة. بالنسبة للهجات، كما قلت سابقا، حاليا لا توجد، يعني معنى ذلك هي لا توجد لدينا مثلا موسوعة في لهجة معينة متقدمة، نتمنى أن تكون واحدة متقدمة لتكون هناك تشاركية.
نتمنى هذا الوقت، لأن يعني هذا الأمر ليس مطروحا الآن، ربما في المستقبل. شكرا. شكرا لك سيد عادل على هذه المعلومات القيمة فيما يخص الشق الأول من هذه الحلقة الذي يخص ويكيبيديا العربية. الآن سأنتقل معك إلى الشق الثاني الذي هو خاص بويكي قاموس. هل يمكنك سيد عادل أن تحدثنا عن هذا المشروع؟ جيد، أول شيء نحن نسميه ويكاموس، وهو اختصار لويكي قاموس، حذفنا القاف تسفل فأصبحت ويكاموس، نسميه كذا في اللغة العربية، وهو الاسم الذي تبناه يعني المجتمع العربي لهذه المشروع. وطريقة العمل في المشروع تشبه لحد كبير تلك الطريقة الموجودة في ويكيبيديا من ناحية استعمال النصوص والقوالب وغيرها من الأدوات. تقريبا إذا فتحت صفحة في ويكي قاموس، إذا كنت متمرس في ويكيبيديا ستجد أن العمل مشابه إلى حد كبير. وكل لأن ويكيبيديا ويكي قاموس كلها تستعمل نظام إدارة المحتوى وهو المسمى ميديا ويكي، والذي يسمح بالتعديل بالتحرير الآني بغير ذلك من الأمور. لكن الاختلاف ربما الذي يتميز به ويكي قاموس هو من ناحية المحتوى، فويكي قاموس يهتم بمعاني الكلمات والمفردات، يعني يهتم بالكلمة في حد ذاتها وليس بما يعني يهتم بالكلمة فيعطيها المعنى. كذلك أن له هيكلة خاصة مختلفة من ناحية التقسيم ومن ناحية القوالب. بلغ عدد المسجلين في ويكيكاموس العربية 34,000، وعدد الناشطين في الأخير هم 18، لكن ربما نقول متوسط الناشطين اليومي هو يحوم حول 4 نشطاء، هو عدد ضئيل جدا لو قارناه بويكيكاموس الفرنسية، حيث نجد عدد المسجلين أكثر من 350,000 مسجل، يعني 10 مرات. كما أن عدد الناشطين تقريبا 500، وهو تقريبا عدد مهول مقارنة بويكي قاموس أو ويكاموس العربية. ويكي قاموس متاح في 172 لغة من بينها العربية، عدد هائل ومجهود كبير. هنا سيد عادل أود أن أسألك عن طريقة العمل في هذا المشروع وعدد المساهمين فيه. كما تحدثت يعني فيما سبق، فإيكاموس هو الاسم الذي تبناه المجتمع العربي لويكي قاموس، وطريقة العمل تشبه لحد كبير تلك التي بويكيبيديا من ناحية استعمال النصوص والقوالب وغيرها من الأدوات، وذلك بفضل نظام إدارة المحتوى المستعمل فيما المسمى فيها ميديا ويكي، والذي يسمح بالتعديل والتحرير الآني. يكمن الاختلاف الرئيس في المحتوى، حيث أن ويكاموس يهتم بمعاني الكلمات المفردات، في حين ويكيبيديا تهتم بالمواضيع والمقالات وغير ذلك. كذلك تختلف في تنسيق العام الصفحات هيكلتها، فهيكلة ويكيبيديا مختلفة نوعا ما عن هيكلة ويكي قاموس. عدد المسجلين هو إلى حد الساعة 34,000 مسجل، يعني بين قوسين وعدد ضئيل جدا مقارنة بالملايين المسجلين في ويكيبيديا. كذلك عدد الناشطين لا يتجاوز 18 ناشط بمعدل 3 إلى 4 مستخدمين يوميا، في حين الفرنسية قد تجدين أنها أكثر من 350,000 ناشط ومستخدم مسجل و500 ناشط، وهو عدد يعني عشرات الأضعاف من المستخدمين العرب. شكرا لك سيد عادل، هل يوجد فرق بين ويكي قاموس وويكيبيديا؟ كما أسلف وقلنا، نعم، هو أنه يوجد فرق بين ويكي قاموس ويكيبيديا، والفرق الأساس هو المحتوى. فويكي قاموس يرتكز
على تعريف للكلمات من لغات متعددة. بمعنى آخر، يمكن أن ندخل أي كلمة بأي لغة ونستعمل ونعرف هذه الكلمات، في حين ويكيبيديا تحتوي على معلومات موسوعية لموضوع محدد، عادة مقالة أو قائمة. بمعنى آخر، القاموس يهتم بالكلمة، ويكيبيديا تهتم بالموضوع. وهنا الاختلاف، أو بطريقة أخرى، تهتم ويكيبيديا بوحدة الموضوع ولو تعددت تسمياته. بمعنى، لو كان لدي موضوع نسمي، أنا لندخل قليلا في السياسة، نقول انقلاب، نقول ثورة، نقول احتجاج، إذا كانت كلها تعبر عن حدث واحد، هنا ويكيبيديا تضع له مقالة واحدة. ربما هذه تعدد التسمية تضعها في صلب المقالة، تقول ثورة تشرين أو انقلاب كذا أو احتجاج كذا، تسميه على حسب المصادر الموثوقة. لكن في ويكاموس، لو تغير الحرف في الكلمة فأصبح لكل كلمة صفحة، حتى إذا قلنا عبر أو عبر أو عابر أو إلى غير ذلك. وهو معلومة يعني ليس إلا في العربية، أنه ولو تغير حرف بسيط فيلزم إنشاء صفحة له. لذلك فويكاموس يهتم بالكلمة كجذر ككتابة، ويهتم فيما بعد بمعانيها إلى غير ذلك. في ويكيبيديا نهتم بالموضوع، ما نتكلم عن الموضوع إذا كان موضوع حدث أو شخصية أو غير ذلك. أما التسمية وإن تعددت فلا يمكن إنشاء عدة مقالات. شكرا سيد عادل، كيف يتم الإشراف على هذا المشروع؟ ويكاموس مبنية على تعاون المجتمع التطوعي، بمعنى المجتمع كله متطوع، يراجع أو نراجع فيما بيننا العمل، والذي هذا المجتمع دائما هو الذي يحدد السياسات، يرشح الإداريين، يصوت عليهم للقيام بالإشراف على المحتوى وفق السياسات المعتمدة أيضا من المجتمع. لذلك توجد صلاحيات تسمح بمراقبة المحتوى ومراجعته. تقريبا هي نفس الأدوات المستعملة في ويكيبيديا تستعمل في جميع المشاريع، من مراجعة، من قبول، من لما نقول مراجعة ببساطة هي عملية بسيطة، أن تقوم بمراجعة ولديك زر تقول نعم إنها مراجعة، وبذلك ويأتي الآخر إلى غيره. فهو عمل تعاوني تشاركي. ربما نجد الآن ويكاموس، لأنه يعني رغم أنه بدأ في 2004 لكن قلة المشاركة فيه، دوما نجد صفحات غير صالحة، نجد معلومات ناقصة إلى غير ذلك. ولكن دوما كلما زاد المجتمع كلما تطورت هذه، تطور ويكاموس، ومن جهة أخرى كلما زاد عدد الإداريين والمراجعين إلى غير ذلك. فالإشراف والإشراف يكون عن طريق التعاون المجتمع التطوعي. لمن يريد استخدام ويكي قاموس السيد عادل، هل يمكنك أن تشرح لنا كيفية استخدامه والبحث فيه؟ ويكاموس مبني على نظام ميديا ويكي، نظام ميديا ويكي مثل نظام تشغيلي، هو نظام متكامل، والذي يسمح البحث فيه والتعديل، التعديل الآني، التعديل المشترك، كما أنه توجد هناك وصلات داخلية دوما باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر. هذه الوصلات تسمح لنا بالتعمق أكثر في الكلمات ومرادفاتها وترجماتها. فلدينا مثلا، إذا أخذت كلمة ستجد أن هذه الكلمة توجد المعاني لها، ربما المرادفات، الجذور، الكلمات المرادفة لها، الكلمات التي هي ضد لها، تجد حتى الترجمات، كلمة مترجمة إلى الفئة الإنجليزية، إلى جميع اللغات. هي كلها وسائل تسمح للمستخدم أن يعرف معنى الكلمة، أن يعرف، يمكن أن نجعل منها فيها أمثلة، أن يعرف معناها، أن يمكن أن يأخذ منها أمثلة. فهي قاموس في آخر المطاف، لكن قاموس إلكتروني بدل أن يكون قاموس ورقي. ويمكن كذلك التعمق أكثر في البحث وكذلك الترجمة.
سيد عادل، هل يمكن للمستخدمين إضافة مصادر ومراجع إلى المقالات في ويكي قاموس؟ نحن لا نقول مقالات، لكن يعني في الأصل توجد صفحة كلمة، بمعنى آخر لدينا لكل كلمة صفحة. وبطبيعة الحال إن كان التعريف غير شائع أو خلافي هنا يستوجب مصادر. يعني مثلا يمكن أن نفرق، وهذا ما قام به كثير من ويكي قاموس مثلا الروسية، مثلا قاموا بإفراغ المعاجم القديمة، قاموا بإفراغها كاملة، بمعنى آخر في ظرف زمني قصير ببوت قاموا بجلب جميع التعاريف من قاموس واحد. لذلك قضية إضافة المصادر والمراجع ليست بالقوة أو بالإلزامية الموجودة في ويكيبيديا، لأنه في آخر المطاف هي كلمة نريد التعريف لها. لكن في حالة أن إذا كان التعريف غير شائع، غريب، أو كما نقول شاذ يوجد، أو خلافي بمعنى آخر كل يعرض أمر، في هذه الحالة قد نطلب المصادر، من أين لك هذا، ونضيف هذه المصادر، وإلا سيكون مصيرها الحذف. سيد عادل، وقصدي بالمقالات هو هل يمكن ربطها بمقالة أخرى؟ مثلا عندما أبحث عن كلمة معينة في ويكي قاموس، هل يمكن ربطها بمقالة أخرى كما هو شائع في المقالات العادية في ويكيبيديا العربية؟ نعم، إذا كان الأصل أنه إذا ربط المقالات، هنا لدينا إما الروابط الداخلية أو الروابط الخارجية، أو ما نسميه بروابط اللغات. في الثلاث حالات موجودة في القاموس. يعني يمكن مثلا أن إذا كان لدينا مقالة في ويكيبيديا، يمكن أن أربطها بالكلمة في ويكاموس، هذا من جهة ويكيبيديا إلى ويكاموس. والعكس يمكن أيضا، إذا كان مثلا في ويكاموس لدينا كلمة معروفة، مثلا نتكلم عن حيوان قط، نربط كلمة قط في ويكاموس بمقالة قط في ويكيبيديا، بمعنى لدي الربط. في نفس الأمر لدي الروابط داخل الكلمة إلى كلمات أخرى، مثلا قط حيوان، إذا ما هو تعريف إلى غير ذلك. هذه التشعب أو الروابط التشعبية موجودة في ويكاموس، لأنها أصلا مبنية كما قلنا على نظام ميديا ويكي. إذا يمكنني انطلاقا من ويكاموس أن أقرأ معنى الكلمة، أن أتجول في ويكيبيديا، أن أذهب إلى ويكي بيانات، يمكنني أن أقرأ الترجمة، أن أذهب إلى صفحة الترجمة. يعني معنى ذلك إذا كانت الكلمة لدي كلمة كات، أذهب إلى ويكاموس الإنجليزية. كل هذه الترابطات والتشعبات موجودة في ويكاموس. جيد جدا سيد عادل. هنا أود أن أسألك، هل توجد قوانين أو إرشادات خاصة بحقوق النشر في ويكي قاموس؟ بطبيعة الحال يعني ويكاموس هو مشروع من مشاريع مؤسسة ويكيبيديا، فهو يخضع مثل باقي المشاريع للقوانين مؤسسة ويكيميديا، وأهمها يعني حقوق النشر والتأليف، مثل ما يحدث في ويكيبيديا في جميع المشاريع. فويكيميديا تبني جميع المحتوى على أساس الصفة الحرة للمحتوى، فلذلك لا خرق لحقوق النشر. نفس الشيء، فويكاموس يهدف إلى أن يكون مصدر معلومات على شكل قاموس، على أن تكون هذه المعلومات حرة بالكامل. إذا فإن الحرية المعطاة عند التعامل مع القاموس شبيهة جدا بالحرية الموجودة عند التعامل مع البرمجيات الحرة. إذا كما يحق لك النسخ وتعديل وتوزيع أي جزء من محتويات القاموس، لكن بشرط أن تحمل هذه النسخ نفس الترخيص، وتعطي نفس الحرية لجميع الأشخاص، وأن تشير للمصدر أو مؤلف الوثيقة أو المقال. كما تعطيك ويكيميديا الحرية في التصرف
في محتوياتها فهي لا تنسخ ولا تأخذ أي ولا تخرق أي حق من حقوق النشر والتأليف. في ويكاموس توجد سياسة اسمها سياسة حقوق النشر والتأليف، وهي سياسة تقريبا مطابقة للقوانين العامة لمؤسسة ويكيبيديا. شكرا لك سيد عادل على كل ما قدمته لنا خلال هذه الحلقة من معلومات. شكرا على قبولك للدعوة. ككلمة أخيرة، ماذا يمكنك أن تقوله لنا ولمستمعينا ومستمعاتنا؟ لدي كلمة فقط، يعني بمعنى آخر، العمل التطوعي لا ننتظر منه أجرا، لكن الأجر سيأتي فيما بعد. الأجر، لنتخيل الأجر أنه يأتي بكل معانيه، أن تكون جزء من من هذا المجتمع الرائع. حقيقة ربما مساهماتنا ستكون دعم لنا وللمجتمع، فلذلك أرجو من كل شخص أن يساهم ولو بقليل، فلنساهم، أصحح معلومة، أدرج معلومة على أن تكون موثقة بطبيعة الحال، ستكون ربما أمر جيد لنا، خاصة نحن، يعني أنا أتكلم هنا يعني بصفتي إداري في ويكيبيديا العربية، ويكي قاموس، وحتى ويكي مصدر، لندعم منطقتنا، لنحاول أن نجعل، لنبرز تراثنا، لنبرز هويتنا، لنبرز ثقافتنا للعالم ككل، لندع خلافاتنا جانبا، لندع ما لم نتفق عليه، لنعمل على ما اتفقنا عليه، ونعمل على ما هو جيد ونستمع. شكرا. نعم، أتفق معك وبشدة سيد عادل. التطوع للتطوع لذة لا تقاوم، للتطوع مكانة كبيرة ويعتبر من أهم القيم الإنسانية. أن نوفر المعلومات للآخر شيء مهم جدا، خصوصا في عصرنا الحالي. شكرا لك سيد عادل مرة أخرى على قبول الدعوة. شكرا لك على هذه الروح الجميلة للتطوع. شكرا لأنك تدعمنا دائما وتسدي لنا النصائح دائما. شكرا لكل من استمع إلينا ووصل نهاية الحلقة. كنتم مع الحلقة 10 من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم. أعطوا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيوف جدد من برنامجكم ويكي بودكاست مع لبنى. دمتم في رعاية الله.